ينضم إلي عبر الهاتف السيد جمال حريزي أحد أعيان طرابلس. سيد جمال حياك الله. حياك الله أخي الكريم. في البداية يعني لو توضح لي يعني كيف أعطت المديرية إذنا للجهات الراغبة للتظاهر أمام مقر رئاسة الوزراء ثم رفضت الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا احنا تداعت وتعالت الأصوات في مدينة طرابلس على العدوان والحصار القائم على مدينة درنة وعملية العدوان بالطيران الأجنبي الذي لا نعرفه حتى جنسيته، ما نعرفهاش منين. فتعالت الأصوات في طرابلس استياء باللي صاير في مدينة درنة. فاحنا يوم الأحد الماضي قمنا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة عبد الجليل بجندور، وكانت الوقفة موفقة جدا، وكان المتطلبات اللي وضعها المتظاهرين تضمنت في رسالة وبيان وقدمت للأمم المتحدة. وفي نفس الأسبوع اتفق عدة مؤسسات مدنية أن بيقوموا بوقفة احتجاجية أمام مجلس الرئاسي بالضغط عليه لوجود حل في عملية العدوان على مدينة درنة العزيزة. طبعا قمنا بأمور إدارية وهي أمور أبجدية معروفة وبسيطة. قدمنا برسالة لمديرية الأمن طرابلس لأن بتكون الوقفة أمام المقر الرئيسي في منطقة بن عاشور بطريق السكة. قدمنا رسالة رسمية لمديرية الأمن بطرابلس في عملية أعطاء ترخيص لهذه التظاهرة يعني. طيب جئنا اليوم من حوالي الساعة 9 صباحا قدمنا هذا العرض، وكان الطلب أن حنكون موجودين من الساعة 5:30 للـ7:30 مساء يوم الخميس، وطلبنا منهم أن يعطونا عملية الترخيص. فحقيقة اللي صار اليوم هو شيء غريب جدا يعني. أخذوا حقيقة، كانوا في استقبالنا وتحدثنا معهم طويلا على الحالة الأمنية اللي موجودة في طرابلس، وكنا متفاهمين حقيقة للأمر الأمني اللي في طرابلس من أسبوع ماضي. طيب سيد جمال، يعني بماذا عللوا رفضهم إعطائكم تصريح للتظاهر؟ هو هذا اللي أنا اللي من جاي في سياق الحديث، أن الأمر صارت الموافقة لما أعطينا الرسالة الساعة 9 الـ11 تمت الموافقة، ثم ألغيت الموافقة هذه. ولما سألنا مديرية الأمن قالوا من القرار من سلطات عليا، ما فهمناش هذه عملية السلطات العليا. التبرع كان أن الحالة الأمنية لا تسمح بالتظاهر نهائيا في الوقت الحاضر يعني، رغم الأوضاع اللي أنتم تعرفوها اللي صايرة في مدينة درنة ومن قصف. طيب هل جلستم مع مدير المديرية؟ هل جلستم مع مدير مديرية أمن طرابلس؟ ما سمعتك شيخ كريم. هل تواصلتم أو جلستم مع مدير مديرية أمن طرابلس؟ احنا أعتقد لما قدمنا اليوم الطلب جلسنا مع 3 من ضباط المديرية برتبة عميد، وحقيقة كانوا في منتهى التفاهم، وطلبوا طلبت منا المديرية نفسها يعني تغيير وجهة التظاهرة من أمام مقر الرئاسة بطريق السكة بابن عاشور إلى ميدان الجزائر. وافقنا على الأمر هذا، قلنا لا بأس نديروها حفاظا على الأمن وعلى الحالة الأمنية الموجودة في عاصمة طرابلس. وبعد هذه الموافقة تم الرفض نهائيا يعني، تم الرفض نهائيا. هل لديكم أي تعليل أو ربما يعني قد تعتبرونه هو السبب الرئيسي في إلغاء الترخيص للتظاهرة؟ والله أنا من ناحية قانونية أتكلم من حق المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني التظاهر، وهذا حق شرعي يكفله الدستور. وكان يعني القرار 65 واضح اللي أصدر في 2012 من جانب المؤتمر الوطني بحق التظاهر بدون إخلال بالأمن أو
أو انتهاك لأي حرمات أو يعني إخلال بالممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة. وهذا وضحناه احنا للمديرية وقلنا لهم ما دام ناس مدنية وناس متعلمين ومثقفين وضمهم دكاترة مهندسين وكذا، وهذا من الناس يعبروا على غضبهم واستياهم على ما يحدث لأبنائنا في دارنا ونساءنا ومساءنا، فقوبل هذا الأمر برفض العمل. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد جمال الحريزي أحد أعيان مدينة طرابلس.